ام كريم، احكي لنا بقى كده يومك بيبدأ ازاي؟ بيبدأ من الساعة 3 الفجر لحد بعد العصر. وانا سايقة العربية كده. طيب كل يوم بتطلعي على العربية شكل، مفيش عربية معينة يعني؟ مفيش عربية معينة. طيب اليومية في اليوم بقى بتعمل كام يعني؟ كومسيوني كده بيعمل كام؟ كومسيوني 70 جنيه. 70 جنيه في اليوم. طيب تمام. ايه بتحصل لك بقى مضايقات ولا حاجه؟ أيوة. الناس بتقول ايه؟ دايما الناس بتقول عليا ان انا دايما الناس بتقول ان انا دايما ابني هو اللي بيصنع مش انا اللي بسمع. دايما الناس بتقول ابني يا امك شغاله في الموقف. بسمع كلام ما ينفعش انا اسمعه او ابني ما يسمعوش. بس في ناس بتشجعك. ايوه طبعا في ناس بتقعد جنبيها كتير. السواقين بقى في الموقف لما بتيجي تحملي دور بتاخدي دورك ولا حد بيضايقك حاجه زي كده؟ لا 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 ما حدش بيضايقني لان السواقين كلها فيها ناس محترمه. تمام. ما في السواقين كلها فيها ناس محترمه، ما فيش حد بيضايقني. لا ناس عشره. كريم انت رايحه فين دلوقتي؟ انا طالعه لحد طنطا. بتركبي من السكه يعني؟ بركب من باب السكه بس. لكن ما بتقدريش تروحي بني سويف عشان خاطر الرخصه. ما بقدرش اروح عشان خاطر الرخصه. انت عايزه رخصه طبعا؟ ايوه طبعا. طب قولي لنا تاني طلباتك تاني. انا اتمنى ان الرئيس يسمعني، واتمنى ان هو يجيب لي عربيه، واتمنى ان هو يجيب لي شقه اعيش فيها لان انا عايشه في شقه بالايجار وحالتي زي الزفت، وعندي عيل بيروح مدرسه وبدفع 550 في الشهر. منفصل عن جوزي. وانفصلت عن جوزي وبشوف العجب في الشارع واتبهدل وده يجرحني وده يضايقني. اتمنى ان الرئيس يكون بيسمعني واطلب منه طلب ان هو يقف جنبي، يجيب لي عربيه، يجيب لي شقه اعيش فيها، تكون حاجه تسدني وتحافظ عليا انا وابني. مش عاوزه حاجه تانية اكتر من كده، مش طالبه غير السد. انا من وانا عندي 12 سنه وانا بشتغل على عربيات والم عربيات والم الاجره واطلع صابي وتعديت. كنت بتشتغلي على خط ايه؟ بيبقى من السويف، القاهره، منيب، رمسيس، حلوان. اشتغلتي صابي على صابي عربيه على كل الخطوط دي؟ طبعا. ايوه طبعا على كل الخطوط اللي تخطر على بالك. واشتغلت في الفاشن على العربيه برضو، في الفاشن بشحن من بيبر الفاشن. اتفضل. بشحن عربيات اليوم. احكي لي بقى اليوم اللي انت مثلا ما يبقاش فيه عربيه تطلعي عليه، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى يومك عامل ازاي؟ يعني لو اليوم ده مش هيبقى معاكي عربيه تروحي الموقف برضو ولا بتعملي ايه؟ لا 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 بطل اروح الموقف لان ما ينفعش اقعد. طيب بتروحي الموقف بتعملي ايه؟ بشحن عربيات، بطلع اقف على العربيه واركب الركاب واخد كل من كل سواق 2 جنيه. يعني بتقفي تركبي العربيات؟ ده اليوم اللي انت ما بتطلعيش فيه؟ اليوم اللي انا ما بطلعش فيه. قولي لنا بقى يا ام كريم كده انت طلباتك ايه؟ لو الرئيس بيسمعك، لو حد بيسمعك من اتمنى منه ان هو يجيب لي عربيه ويجيب لي مكان اقعد فيه. لا انت قاعده في شقه بالايجار؟ قاعده في شقه بالايجار. انت ومين؟ انا وابني. طيب والشقه دي بتدفعي لها كام في الشهر؟ بدفع لها 550 جنيه. بتاخدي معاش ولا بتاخدي اي حاجه؟ لا بدفع 360 جنيه. يعني مش جايبه ثمن الشقه؟ لا لا مش جايبه ثمن الشقه.